اختار تخليد ذكرى 58 لتاسيس التعاون الوطني، وهي مناسبه لاستحضار الاعمال الجليله التي قامت بها مؤسسه التعاون الوطني على مر سنين من سنه 1957 من تاسست على يد المغفور له محمد الخامس رحمه الله. مؤسسة تعتبر من أول فاعل اجتماعي في المغرب، وهذا الاحتفال هذا جاء لاستحضار الأعمال الجليلة اللي قامت بها، وعلى سبيل المثال نتذكر التدخل ديالو في زلزال أكادير، لدرجة أنه كاين واحد الزنقة دابا وطلقت نتاع الوطن على زنقة في وسط المدينة ديال أكادير، التدخل ديالو في زلزال ديال الحسيمة فيضانات الغرب. كما هذه مناسبة للتذكير بأعمال جليلة للتعاون الوطني، وكذلك في إعادة التموقع ديالو، فهناك برامج جديدة للتعاون الوطني تهم الذكاء الاجتماعي، اليقظة الاجتماعية، المواكبة الاجتماعية. وبهذه المناسبة هذه الحفلة تقام بشراكة مع عمالة خيرة تمارة، المجلس البلدي، مجموعة من الفعاليات ديال المجتمع المدني، مجموعة من الجمعيات الشركة اللي كنشكروها بهذه الجديدة اللي في إطار القطب الاجتماعي. فهناك سياسة جديدة للتعاون الوطني كتهم كل ما يتعلق بالمواكبة الاجتماعية، على أساس أنه غادي تخلقوا مجموعة من المراكز للحماية الاجتماعية، مجموعة من المراكز للمساعدة الاجتماعية، المراكز المساعدة الاجتماعية اللي غادي تهم اللي غادي تقبل جميع الفئات الهشة بجميع المشاكل ديالهم، يعني واحد المركز للتوجيه الاستماع والمواكبة ولإعطاء الحلول للفئة الهشة على الصعيد الوطني. شكرا جزيلا. المقابل، أنا المقابل ديالي هو حب الناس، ما كاينش حيت فاش كيسولوني بعض المرات كيقول لي بزاف الفنانين كيتكرموا بزاف، كل مره كيتكرموا كنقول لهم انا اعظم تكريم كنعرفه في الشارع ماشي تحت الاضواء. الحمد لله اليوم كاين تكريم في الشارع، وكاين في ارض طيبه، ارض ما راني خلقت فيها، وكاين في الضوء الطبيعي ديال الله سبحانه وتعالى. حب الناس ملي كنخرج الشارع وكنلقى تبادل الحب والمحبه مع الناس، ما كاينش ما اكبر منه. ولكن السيد المندوب في حقيقه فاجئني، ما نقولش حرجني لانه خليها نقول فاجئني، ولكن المفاجاه غتبقى كيف كنقولوا على عاتقي، انني نعاود نجدد العهد ونعاود نواصل العمل مع هذه المؤسسه. Oh!